تندرج هذه الاتفاقية التي نحن بصدد إبرامها اليوم ضمن هذه المقاربة التشاركية التي ستسمح من تحقيق أهداف القطاع المسطرة في برنامج نشاطاته والمتمثلة أساساً في توفير يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات وحاجيات هؤلاء الشركاء. إن هذه الاتفاقية تشكل خطوة هامة على درب تعزيز التعاون المشترك في مجال التكوين، حيث أنها ليست مجرد وثيقة رسمية بل هي تأكيد على التزامنا المشترك بالاستثمار في الكفاءات البشرية ورفع مستوى المعرفة والمهارات بما يعزز مسيرة التنمية الفردية للعون العمومي.